النادي الاهلي حقيقه التغيير اللي حصل الاخير هذا اللاعبين طول الموسم هم كانوا يشتكوا من المدرب الجهاز الاداري حصلت مشاكل فريق بطل كان ينافس على بطوله الدوري الان جاتهم الفرصه للاعبين ضم صوت لابو صهيب وصالح فعلا مباراه لاعبين لانه حتى الاداره والجماهير حطتهم قدام الامر الواقع تغيير مدرب تغيير جهاز اداري انتوا لاعبين فنيا مؤهلين من حراسة المرمى الأهلي كويس مدافعين كويسين خط وسط كويس مهاجمين كويسين إعداد كويس رئيس يعني كل الأمور ماشية مع النادي الأهلي أنا كرياضي الطالب الأهلاوية بنتيجة إيجابية وعند اللاعبين زي ما قال أبو صيب جيبوا مباراة السد هذه هناك وشوفوا جمهور الأهلي هنا في جدة نتيجة إيجابية التغيير اللي حصل هذا 90% حيفرق كثير مع اللاعبين. صالح الداود قال المباراة الأولى مباراة الذهاب مسؤولية اللاعبين. نعم حتى أبو صيب. والإياب حتكون في جدة. جماهير الأهلي مستعدين. بس أنا بقول لك الأهلي وفي آسيا الآن الطبيعي جدا وحتكون نتيجة مشرفة. عندي إحساس عندي تفاؤل لأنه ما في شيء ناقص. وش يبغوا؟ ولا تنسى إنه الأهلي ممثل الوطن. الأهلي. نادي الأهلي هو ممثل الوطن فقط. الان في اسيا بالتالي كلنا معه طب ليش هم حاسين فهد الروقي لا مو عشان انا قلت له ما اذكر الاسم ولا اتكلم ايوه بتكلم الان قلت لك اتكلم على مين الاهلي والسد انا معلم اعطيها اشياء لا 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 شوف يقول الاهلي ممثل الوطن طبعا ها اتكلم على الاهلي بقول لك النادي الاهلي الان هو ممثل الوطن وطبعا كلنا اعتقد ما اشوف في اي واحد فينا ان شاء الله وكلنا ان شاء الله نبارك لبعض ونتيجه ايجابيه واعتقد انه المباراه حتكون اهلاويه ان شاء الله لانه حاسين هم بالمسؤوليه ترى اللاعبين وبالذات اللاعبين السعوديين يعني حاسين بقيمه المباراه وقد هم اصلا خسروا لا بطوله دوري لا بطوله كاس في التعويض عندهم اكثر من حافز عندهم هدف انه هم حيكونوا بيوروا جماهير وكذا والاهم من ده كله انه هو ممثل الوطن على تحت الضغط عبد الله لان صار لاعب تحت الضغط يبان نعم 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 انتبه ترى هذه مهمه جدا وهذه فعلا اللاعب واضحه حتكون على لاعيبه الاهلي وممكن تحسم المباراه من الشوط الاول فنيا كذا انا بقراها ممكن حتحسم من الشوط الاول الشوط الاول قصدك المباراه الاولى الأولى نحترم اي فريق نلعب ضده في العالم نادي الاهلي بس حيحترم فريق السد حيحترم اللاعبين اللي قدامه حيحترم الملعب ملعب كره قدم صح. فريق بطل اللي قدامك إيه؟ فريق بطل عنده وبطل اسيا الاخير لا ما بسطه بس في نقطه ايجابيه الاهلي من بدايه